خدت ايه من نشوفيه الدماغ غير البهدله وقله القيمه؟ يكون في علمك انا ما كنتش راضي على اللي كانوا ناويين يعملوه معاك. واعلم ربنا صادق صادق يا حاج من غير حلفان، بس قل لي انت جاي ليه؟ الحمد لله ولدك رجع وربنا نصفني وطلع ماليش يد زي ما اخوك كان بيتهمني. اي حد كان هيشك فيك بعد وقفتك مع علام وهاشم ضد اخوي. عندك حق، انا غلطت اني حطيت يدي في يد هاشم وجاي اصلح غلطتي. والقصد؟ نحط يدنا في يد بعض، انا عندي الارض وانت عندك الشك، فلا توصلنا المنجم الذهب. يا صح، الوصولات اللي كان واخدهم عليك مهران اليماني اشتريتهم لك منه، عربون محبة. اتفقنا، بس خير الأرض ما يتقسمش غير علينا، أنت النص وأنا وآدم النص. بس صحيح، هنعمل إيه في هاشم؟ ده صاحب الأرض. الحاج عبد الحميد مش هيغلب في هاشم يا يحيى، من مصلحته انه يزيحه من طريقه قبل ما هاشم يعملها فيك. يلا قوام، مش هنقعد اليوم كله. خلاص يا دكروري ما حبكتش، سيبني دلوقتي. حاضر، يلا سيب اللي في يدك وتعالى معايا. يلا يلا. زعلان منك، انت محقوق لي مرتين، مرة لما هددتني بقتل ياسين، والتانية لما اتهمتني بخطف والد اخوك. لو شوف يا اخي مين اللي يطلع عملها. انا صحيح اتفاجأت بس ما اتخطفتش، خالي وانا عارفه. العرق دساس، وانت وهو ما تخيروش عن بعض. بقول لك ايه، ما انت ما تحاولش توهم مخي ان انت وخالي مش موالسين مع بعض، ولا زمانك كنت سلمته للحكومة وخلصت منه. وليه ما تقولش ان ده بيأكد لك ان نيتي صافية ومش عاوز ادخل الحكومة ما بيننا، والشكفة تقع في يدهم. خلك انا مأجل حسابه لبعدين لما اوصل للمنجم. يحيى دلوقتي تحت طوعي وهينفذ اللي هقول عليه بالحرف، وانا هقول له بلاش يوافق على عرض عبد الحميد الويشي. قلت ايه؟ احاول اصدقك لو اقتنعت بكلامك، بس افهم الاول، عبد الحميد الويش عرض عليكم مين؟ عرض يشاركنا، هو النص وانا ويحيى النص. قصاد انه يطلعك انت وعلام من الليله، وهو قال ان عنده بدل الطريقه 1000. انا شايف ان عرض اصلح لك. ماشي، بس لو بتعمل كده عشان تماطل في الثلاث ليالي انسى. لو عايز تنفذ اتفاقك تديني النص التاني قبل ما المهله تخلص، ولك عندي الحمايه انت ويحيى من اي جنس مخلوق مهما كان. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watch.com.